واعرين فاش واعرين؟ واش بصح واعرين؟ السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من أشطاري مع العطاري. كل بلاد وباش واعرين، ولكن ديونا فاش واعرين واش بصح واعرين؟ يلاه معايا. فاش المغاربة واعرين؟ الحضيه خطارة تزاد عليك تخربيقة يحدوك فيها. المغاربة واعرين شوية الرياضة، فمعقول شوية زادوا القدام شوية واعرين. ما والو اش معلي الله اودي اشنو وخليني الزيت تقلى صاحبي. الحضية مثلا خدمة تاعي واعرين بزاف الحوايج. لا لا غير قلت كل حاضيك شكون اللي حاضي وانتم حاضيني دابا حاضرين شي واحد من غيرك تشوف صاحبك هاكا المضل ديالك الله يرحم والديك. صراحه المغاربه واعرين في اي حاجه، فاش ما جيتهم جوكر فين ما حطيتيه خدام مغربي فين ما حطيتيه خدام. حتى باين ليا واعر في القصريه ديالك. لا لا بداو هذيك لا ما تدويش عليها الماكله ما تدويش عليها. كرامه كرام عندهم الصراحه كيعرفوا يحاميو على راسهم. شوف دانيسي قول لي انا لا قلت لي انا واعرين في القوالب الحضية والقوالب صافي ما كاينش الامل شي حاجه زوينه صافي والو تقول الله يرحمك وتقول تكون باقي ما فطرتيش. لا 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 فاطر هو هذاك شرب القهوه ديالي ما نعاودش لك. الحمد لله تشرفونا بزاف المغاربه بعيد على انترناسيونال بزاف لي دومين بزاف المجالات الحمد لله. فاش عاوتاني الماكله ايه واعرين في الماكله يعني انواع الماكلات العالم كلهم كلهم تصيبهم في المغرب يعني المغاربة تعرفوا كل شيء. جبتوا الهضره من الناس معلم ارويني قال لك يجبدوا الهضره من الناس. الديكوداج ديال بورطابلات وديال البارابولات وديال المسائل اي حاجه كتطلب ماده كتعرف الانسان المغربي الاغلبيه ديالو ما بحالوش كيفركتها اذا كيقول لك الحاجه تفتق الحيله. اذا الحيله وهو يدير شي لعيبه باش يديكودي الباراب ديالو يتفرج هو بحالو بحال الناس اللي لاباس عليه. درب غلف في عالمي الموطا ولا بغيت نسمعك الموطا ولا والله الا بغيت نعاود ولا فاش المغاربه واعرين وما عارينش